الصحيح رحب بكم أجمل ترحيب في هذا المؤتمر الصحفي، وللسنة الثانية على التوالي مجلس دبي الرياضي وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وليعة دبي وراعي هذا الحدث، أن نستضيف طواف دبي العالمي وللسنة الثانية على التوالي. هذا الطواف الذي سوف يمر بأربع مراحل من مراحل السنوية، له مرحلة الوستن ومرحلة النخيل ومرحلة دبي أويسس ودبي سيليكون، والمرحلة الأخيرة بتكون مرحلة البرج. في زيادة طبعا في المسافة، وأتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع وشكرا.